أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: ما هي حدود اللحية وهل يجوز تحديدها؟ اللحية حدودها ما لبث على العارضين والذقن، ما لبث على العارضين في جانب الوجه والذقن اللي هو مجموع اللحيين، اللي هي اللحية. ولا يجوز تحديدها يعني قصها، لا يجوز هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتوفيرها وإرخائها وإرسالها وإعفائها، حديث صحيح مختلفة العبارات ومعناها واحد، معناها أنه لا يتعرض للحية بقص ولا بنفح ولا بحلق، هذا أشد.